بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية ب 139 سفارة. استعدادات قصوى تتخذها وزارات الداخلية والدفاع والصحة لتأمين الانتخابات. وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الروسي لبحث العلاقات وأوضاع المنطقة. موجز الأخبار من النهار اليوم، أهلا بحضراتكم. بدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وتجرى عمليات التصويت في مقر 139 سفارة وقنصلية لمصر بالخارج على مدى يومين متتاليين اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة. وبحسب أحدث إحصاء أجري خلال الاستفتاء على دستور 2014، يبلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين حق لهم التصويت 681,364 شخصا في 161 دولة، بينما يصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 8 ملايين شخص. وكانت سفارة مصر بنيوزيلندا والبعثات الدبلوماسية في استراليا أول مقرات انتخابية في الخارج تفتح أبوابها لاستقبال أبناء الوطن. هذا ولن يجرى تصويت المصريين في 4 دول، وهي اليمن، سوريا، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، بسبب المشكلات الأمنية. هذا وتشارك كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ب 180,000 من رجالها لتأمين الانتخابات البرلمانية. وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. كذلك القوات المسلحة تعاون وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات عن طريق 185,000 من رجالها. واتخذت القوات جميع الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بجميع المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مراكز العمليات التي تتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية. وأيضا وزارة الصحة والسكان وضعت خطة منهجية لمواجهة أي طوارئ أو حالات حرجة خلال فترة الانتخابات، وتشمل الخطة تمركز سيارات الإسعاف حول مقار اللجان الانتخابية طوال فترة التصويت، وكذلك إعداد غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لهيئة الإسعاف ورعاية الحرجة، وأيضا التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المستشفيات والتنسيق مع بنوك الدم توفير كافة الفصائل اللازمة. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الخاص لرئيس روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي يزور القاهرة لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة. ويبحث المسؤولان خلال لقائهما سبل تعزيز العلاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بجانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الأوضاع في ليبيا واليمن والأزمة السورية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قلقه البالغ إزاء موجة العنف الأخيرة التي اندلعت في مدينة القدس. وعرض كيري خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني دعمه لأي جهود تسعى إلى استعادة الهدوء بأسرع وقت ممكن. وأوضح كيري أنه سيواصل متابعة الوضع من كثب، كما أعرب عن أمله إزاء زيارة المنطقة خلال الوقت المناسب من أجل التوصل للتهدئة. ختاما نذكر حضراتكم بأهم العناوين. بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية ب 139 سفارة.
استعدادات قصوى تتخذها وزارات الداخلية والدفاع والصحة لتأمين الانتخابات. ووزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الروسي لبحث العلاقات وأوضاع المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لمتابعة حضراتكم وإلى اللقاء.